بتبدأ حكايتنا مع بطلنا إيك، حفيد الساحر العظيم رومبورغ، واللي حاليا قائد في جيش ملك الشياطين وبيهاجم واحد من أقوى حصون البشر. بنشوف جيش الشياطين محاصر الحصن، وبإشارة من إيك بينفجر جدار الحصن وبيهجم الجنود كلهم على الحصن. ومساعد إيك بيمدح قوته وبيقول له شكلنا كده هنستولى على الحصن المتعب ده أخيرا. إيك بيعرفه إنه ما كانش متوقع إنهم هيدمروا جدار الحصن بالسهولة دي. بنشوف جنود إيك من الأورك والغيلان مشتبكين مع البشر وشبه بيقضوا عليهم، وفي نفس الوقت بيتسلل إيك لأوضة قائد الحصن اللي بيتفاجئ بظهوره وبيسأله انت مين. إيك بيعرفه بنفسه انه قائد الفايلق السابع في جيش ملك الشياطين، وبيعرض عليه ثلاث خيارات وهم انه يستسلم ويحفظ حياته وحياة جنوده ويسلم له الحصن، 2 انه يقتل نفسه ويحافظ على شرفه كقائد بدل الهزيمة، 3 انه يهرب من المكان ويريح نفسه خالص. القائد بيرد عليه انه يختار الخيار الرابع وبيه هجم عليه بكل قوة، ولكن إيك كان متوقع رد الفعل ده وبحركة من عصايته السحرية بيقضي عليه. بيدخل المساعد بتاع إيك للمكان، فإيك بيطلب منه إنه يعالج القائد، فالمساعد بيقف مكانه شوية ومش مستوعب كلامه لكنه بينفذ الأوامر وخلاص. وفي نفس الوقت ده بنشوف ساحرة بتراقب اللي بيحصل في القلعة وخصوصا إيك، وبتقول إنها ما كانتش متوقعة إن إيك يقدر يستولي على الحصن ده في أسبوع واحد بس، وإنها كان عندها حق لما عينته. بنرجع لإيك اللي بيفعل تعويذة حاجزة في المكان كده، وبيبص على اثار المعركه وبيقول انه حاسس بالذنب لانه كان السبب في ايذاء عدد كبير من البشر، وعمره ما هيتعود على الحرب والعنف ده ابدا. بس ثواني كده، ازاي شيطان وقلبه رؤية وزعلان على البشر بالشكل ده؟ والحقيقه هي ان بطلنا إيك في الحقيقه بشري مش شيطان، ولابس قناع علشان يخفي هويته الحقيقيه عن الشياطين، وده بسبب انه جده رومبورغ كان ساحر عظيم ومشهور جدا في عالم الشياطين وعنده معرفه بكل انواع السحر والحضارات القديمه. وفي يوم من الايام رومبورغ لقى إيك هو طفله رضيع، فقرر انه يتبناه ويربيه ويعلمه كل اللي يعرفه عن السحر. وفي اخر لحظات حياته طلب من إيك انه يخلي كل المعلومات اللي قالها عن الحضارات القديمه سر وما يعرفهاش لحد، لانها لو وقعت في الايد الغلط هتسبب كوارث كبيره جدا، بالاضافه لانه امره انه ما يخلعش الرداء والقناع اللي هو لابسهم لانهم بيخفوا هويته الحقيقيه عن باقي الشياطين، ولو ملك الشياطين عرف هويتك يا إيك الحقيقيه مش هيسامحه ابدا واحتمال كبير يقتله. بيفتكر إيك انه اخيرا لقى وقت يقعد لوحده ويرتاح شويه بعد ما خلع القناع بتاعه وهو مطمن ان مفيش حد شايفه، ولكنه بيتفاجئ بخادمه مستخبيه تحت المكتب اللي هو قاعد عليه. اول ما عينه بتيجي في عينيها الخادمه بترمي نفسها قدامه وبتقول له ابوس ايدك ما تقتلنيش انا ما شفتش حاجه وما اعرفش حاجه، وبتقعد تعيط. لكن إيك بيفكر انه هو اللي عايز يعيط لانه بقاله 20 سنه محافظ على سره، وفي الاخر يتكشف بسبب غلطه زي دي، وبيقطع افكاره صوت المساعد بتاعه اللي بينادى عليه علشان يسأله يعمل ايه مع البشر الموجودين في الحصن، وبيعرفه انه باقي قائدة جيش ملك الشياطين ويخلصوا على البشر ويدمروا اي حصن او مدينة يدخلوها على عكس ما هو بيعمل. فهيك بيشرح له ان ملك الشياطين الحالي غير ملك الشياطين اللي قبله، وكل اللي همه هي النتائج ومشغلوش ايه اللي يعمله في البشر، ده غير انهم لو قتلوا كل البشر مين اللي هيدفع لهم الضرايب، ومدينة ارسنام اللي هم استولوا عليها مدينة تجارية، فمش معقول يعني انهم يدمروها. في اللحظه دي بيقف إيك علشان يشوف البشر المتجمعين قدامه وعايزين منه ايه، وبيحاول المساعد انه يبعدهم ويقول لهم ازاي بشر حقيرين زيكم عايزين يتكلموا السيد إيك، لكن إيك بيطلب منه يسكت ويسمعهم. ولما بيعرف انهم عايزين يعرفوا وضعهم هيبقى ايه تحت حكم ملك الشياطين، بيفهمهم ان وضعهم مش هيختلف كتير وهيدفعوا نفس الضرايب اللي كانوا بيدفعوها قبل كده، فالبشر كلهم بيفرحوا لانهم ما كانوش متوقعين المعامله دي ابدا. لكن لو حد منهم فكر بس انه يقاوم جيش ملك الشياطين فهو هيمسحه من على الارض مسح كده، وفجاه بيختفي إيك من قدام البشر وبيلاقي نفسه في مكان ضلمه وفي وحش بيهجم عليه، وبيتفادى الهجوم بسرعه وبيقول الحركات دي بقى انت مش كنتي وعدتيني انك مش هتعملي المقالب البايخه دي تاني؟ فالقائده بتاعته اللي قاعده بتتفرج على اللي بيحصل بتقول له ازاي هتبقى مفاجاه لو عرفت انا استدعيك امتى؟ فإيك بيطلع العصايه بتاعته بيفعل تعويذه سحريه بيقضي بيها على الوحش بضربه واحده، فالقائده بتاعته بتقول له يا الواد الصغير اللي كان مستخبي ورا جده وطول الوقت كبر وبقى ساحر قوي. وبنعرف ان القائده بتاعته اسمها سيفرو، وهي الوحيده اللي تعرف هويته الحقيقيه بعد جده طبعا، وبتعتبره زي اخوها الصغير. إيك بيقول لها احنا ما شفناش بعض بقالنا فتره طويله جدا، وكنت بفكر ازورك علشان ابلغك بتقرير المعركه الاخير، وبتجاوب انه مفيش داعي لانها عرفت كل حاجه وكانت بتراقب كل اللي بيحصل معاه، ولو كان قلقان انها معترضه على طريقه معاملته للبشر فهي ما عندهاش اي مانع وسايبه له الحريه في التصرف
التصرف فيهم. فبيسألها باستغراب أمال استدعتيني هنا ليه؟ بتسكت للحظة وبعدها بتشرح له إن ملك الشياطين داريو عايز يقابله شخصيا، وبتعرفه إن أول قائد فايلك في التاريخ هينول شرف مقابلة ملك الشياطين شخصيا. إيك بيقول لنفسه أنا مخبي سري بالعافية ودلوقتي عايزاني أقابل ملك الشياطين. فبيسألها هو ملك الشياطين عايز مني إيه؟ بتجاوبه إن أداءه الفترة الأخيرة عجب ملك الشياطين، وخصوصا أدائك لما استوليت على مدينة أرسنام في أسبوع واحد، علشان كده فهي هتاخده لقلعة ملك الشياطين وبتقرب منه علشان تنقله، وبتحط إيده على كتفها. فبيقول لها إيه ده والسرعة دي؟ طب استني لما أجهز نفسي الأول. ولما بيحط إيده على كتفها بتقول له وأنا اللي كنت فاكرة إني وحشتك بعد الفترة دي كلها وتاخدني بالحضن. فبيقول لها حضن مين بعد المقلب اللي عملتيه فيا ده؟ ده أنت تحمد ربنا إني ما ولعتش فيكي وأنت موجودة. وبنرجع للحصن وبنشوف الخادمة اللي أغمى عليها من الخوف أول ما شافت إيك، وبتحاول تخرج من المكان، ولكنها بتتفاجئ بالحاجز الخفي اللي إيك حطه وما بتعرفش تخرج. وبتلاقي رسالة مكتوبة بلغة الشياطين وبتطلب منها تستنى بهدوء لحد ما إيك يرجع، وجنب الرسالة طبق فيه أكل. وبما إنها مش عارفة إيه اللي مكتوب في الرسالة بتقرر إنها تاكل الأول وبعدين تشوف هتعمل إيه. ولما بتلاقي إن الأكل طعمه حلو جدا على غير ما كانت متوقعة بتنقض على الأطباق كده وكأنها ما أكلتش في حياتها. وعلى الجانب التاني بيكون إيك وسفرو وصلوا لقلعة ملك الشياطين اللي شكلها مرعب والبرق بيضرب فيها كده. فسفرو بتسأل إيك لو كان متأثر بالهالة السحرية المحيطة بالقلعة، ولما بتلاقيه ساكت بتعرف إن ده شيء طبيعي لأنه بشري. وبعد مدة بيوصلوا لباب قلعة ملك الشياطين اللي واقف قدامها مجموعة من الحرس ومن ضمنهم ساحر. فإيك بيسأل سفرو والساحر ده بيتأكد من هوية الشخص بيدخل قلعة ولا إيه؟ سفرو بتقول له أمال أنت مفكر إن أي حد يدخل القلعة بتاع ملك الشياطين كده من غير تفتيش؟ فبيقول لها طب وإحنا نعمل إيه بقى يا ذكية لما يعرفوا سري؟ وقتها سفرو بتبصله بتقول له عيب عليك يالا، انت مفكرني مين؟ طالما انت داخل معايا ما تشغلش بالك باي حاجه. بترمي عليه تعويذه بتزود طاقته السحريه بشكل كبير، فالحارس بيبدي اعجابه بقوه ايكو، بيقول له انه يستحق يكون حفيد السحر العظيم رينبورغ. وبيستغرب ايكو بيساله يعرف جده منين. الحارس بيجاوبه ان مفيش شخص واحد في عالم الشياطين ما يعرفش جده، انه اشهر من النار على العالم. وبيحس ايك بالفخر لان جده مشهور حتى بعد موته. في اللحظه دي بتظهر سفره من ورا الحارس وبتقول لهم مش وقت عارف ده، وبتبص لإيكو بتطلب منه يمشي وراها علشان ملك الشياطين مستنيه. فبيمشي وراها من غير ما الحرس يعترضوه. وفي طريقهم لغرفة ملك الشياطين بنعرف ان القلعة اتبنت بشكل ضخم جدا علشان تعكس قوة ملك الشياطين، وكل الغرف فيها كبيرة جدا بالاضافة لان الطرقات فيها طويلة وهو تعب من كتر المشي. فبيبص لسفر وبيسألها فاضل قد ايه علشان يوصلوا لغرفة ملك الشياطين. بتجاوب انهم قرب يوصلوا. بتسأله انت اكيد غيران مني علشان انا بطير وانت لا. بيقول لها لا طبعا انت فاكراني عيل صغير، بس في الحقيقه هو غيران منها جدا جدا، لان على الرغم انه بيعرف يستخدم تعويذ الطيران الا انه ما يقدرش يتحكم فيها زي سفرون، وكل اللي بيعرف يعمله هو انه يستخدمها علشان ينط المسافات كبيره مش اكتر. ولما بيوصلوا اخيرا لباب غرفه ملك الشياطين سفرون بتطلب من ايك يستنى لحد ما تدخل هي الاول، وبتعرف ملك الشياطين انه هيدخل. وهو مستني بيفكر ايك ان ملك الشياطين الحالي هو السبب في تغيير مسار الحرب وفوز الشياطين على البشر، وانه اقوى شخص في عالم الشياطين ومشهور بقوته وجبروته، انه بيقتل اي شخص بيعتبره ضعيف قدامه، ولكنه في نفس الوقت بيقدر يميز الاشخاص الموهوبين وبيستخدم موهبتهم بافضل طريقه ممكنه. وبسبب كده فعمل ثوره في طريقه تفكير الشياطين من ساعه ما بيتولدوا، بيبقوا في صراع دايم مع بعض، وقدر هو بقى بذكائه انه يخليهم يتعاونوا مع بعض. ولما بيفتكر انه كمان شويه هيقابل ملك الشياطين بيحس بالقلق، وبيقطع تفكيره صوت سفرون اللي بتنادى عليه وبتطلب منه انه يدخل. وبعد ما بيدخل بنلاقي ايكو سفرون قدام ملك الشياطين اللي قاعد على عرشه بكل غرور، وبيطلب من ايك يرفع راسه علشان يكلمه. ولما ايك بيرفع راسه بيتجمد مكانه من الصدمه، لان ملك الشياطين داريون هو في الحقيقه بنت. فداريو بترحب بيه في القلعه بتاعتها وبتمدح اداؤه في السيطره على مدينه ارسنام في اسبوع واحد، وايك بيجاوبها بتواضع انه نفذ الاوامر وبس، والفضل كله يرجع لسفرون. داريو بتقول له ايه ده، انت طلعت متواضع زي البشر بالظبط كده ليه؟ وبيظهر الارتباك والخوف بوضوح على وش ايك اللي بيندم على كلامه، بيسأل نفسه هل داريو كشفت سر ولا لا. في لحظه زي تتدخل سفرو وبتعرف داريو ان ايك هو حفيد الساحر لينبورغ المشهور بلقب حارس الجحيم. داريو بتقول لها علشان كده طالع متواضع ومختلف زي جده، وعلشان كده ما دمرش مدينه ارسنام وما قتلش قائدها زي باقي القاده. وقتها ايك بيقول في نفسه يا ريتني كنت سمعت كلام المساعد بتاعي وعملت زي باقي الشياطين وريحت نفسي من وجع الدماغ ده كله، ولكنه بيتراجع عن كلامه لانه بشري وعمره ما يقدر يعمل حاجه شكل كده. وبتخطر على باله فكره علشان يخلص نفسه من الشك اللي بيلف حوالينه،
بيطلب من داريو انها تسمح له يتكلم، ولما بياخد الاذن بيشرح لها ان التاريخ بيثبت ان البشر بيخافوا من القسوة والعنف ولكنهم مش بيحبوهم، ولو قارنوا انتاج المدن اللي الشياطين اعدموا قادتها ودمروها بالمدن اللي قادتها فضلوا عايشين هيلاقوا ان الانتاج اكبر بكتير في المدن اللي البشر اتعاملوا فيها بشكل احسن. ومن الواضح ليهم ان احسن طريقة المفروض الجيش يستخدمها في المعاملة مع البشر هي الطريقة التانية. داريو بتسأله باهتمام هل ده رأي جده؟ إيك بيجاوبها ان ده رأي جده ورأيه هو كمان، ومن خلال المحادثة البسيطة اللي دارت بينهم بيتأكد إيك ان داريو عندها قوة كبيرة جدا، بالاضافة لانها عندها معرفة بالحضارات القديمة زي جده واستخدمت المعرفة دي علشان تسيطر على عالم الشياطين وتغير وضعهم. وبيتفاجئ إيك ان داريو اختفت من مكانها وظهرت قدامه بتقوله انت مختلف عن باقي الشياطين، وفي المرة الجاية اللي هيتقابلوا فيها بتمنى اني اشوف وشك الحقيقي مش القناع. وبتسيبه بتمشي وبتعرفه انها مستنية منه نتائج مبهرة. ولما بيخرج من المكان بيقع إيك على الارض وبيحمد ربنا انها مشيت لانه كان مفكر انها تكشفه في اي لحظة. سيفرون بتقوله ايه ده انت خايف منها للدرجة دي؟ وإيك بيفهمها انه لابس قناع مخيف ولكن في الحقيقة خواف جدا لانه بشري، والمشكلة ان داريو عرفت انه كان لابس قناع. سيفرون بتقوله احمد ربنا بقى انها معرفتش انك بشري والا كانت نفختك. وبتعرفه ان داريو منحته مكافأة على ادائه ده وبيسألها باستغراب مكافأة ايه؟ وبتكمل سيفرون كلامها ان المكافأة اللي هو ياخدها تعتبر عقاب بالنسبة له. وبيرجع إيك للحصن علشان يلاقي الخادمة نايمة في سبع نومة بعد ما نسفت الاكل اللي كان موجود، واول ما بيصحيها بتقوم مفزوعة من مكانها وبتقعد تترجاه وهي بتعيط انه سامحها وما يقتلهاش، وبيطمنها وبيعرفها انه مش هيقتلها. ولما بتسكت بعد ما اطمنت على حياتها بيسألها عن اسمها وبتجاوبه ان اسمها ساتي، فبيقول لها انه ما يقدرش يسيبها تمشي بعد ما عرفت انه بشري. واول ما بتسمع كلامه بتمسك فيه وبتترجاه انه ما يقتلهاش، فبيبعدها عنه وبيأكد لها انه مش هيقتلها ولكن في المقابل انها تبقى الخادمة بتاعته علشان ما تكشفش السر بتاعه. وقبل ما يخلص كلامه ساتي بتحضنه وبتعرفه انها موافقة. تاني يوم بنلاقي إيك وجنوده موجودين في مدينة إفلايس اللي هيتولى حكمها من دلوقتي، وبيفتكر لما سفره بلغته بالمكافأة بتاعته وهي انه هيتولى حكم مدينة إفلايس، وبيسألها باستغراب ليه إفلايس مش مفروض انه يتولى حكم أرسنان بما انه استولى عليها. وقتها سفره بتشرح له ان المدينة دي على الحدود الجنوبية مع البشر وفي احتمال كبير انهم يهاجموها، وبرغم انها مدينة صغيرة الا ان اهميتها الاستراتيجية كبيرة، وعلشان كده فهمه هي حماية المدينة دي وتطويرها لحد ما تنتج ضعف الانتاج اللي كانت بتنتجه. إيك بيقول لها انا حقا اعترض، ازاي عايزين مني ضعف الانتاج في وسط الحرب دي؟ سيفرو بترد عليه وبتقوله لو مش عاجبه الضعف هتخليه الضعفين عادي جدا، فبيضطر انه يقبل وهو ساكت. وبيفوق إيك من افكاره وبيبص على حالة المدينة اللي متدمرة حرفيا وبيقول ان سيفرو دمرت المدينة من غير ما تفكر في اي حاجة، وده هيزود الشغل المفروض يعمله علشان يطور المدينة. وبيلف وشه للمساعد بتاعه بيسأله هياخد وقت قد ايه علشان يصلحوا سور المدينة اللي سيفرو ساوته بالارض ده، فالمساعد بيعرفوا انهم هياخدوا حوالي 6 شهور لانهم هيبنوا من جديد تقريبا. إيك بيقول له لا الكلام ده مش نافع، احنا لازم نبني السور باسرع وقت ممكن علشان البشر ممكن يهاجمونا في اي وقت. وبعد فتره من التفكير بيوصل إيك لفكره جهنميه هتوفر معاه الوقت جدا لدرجه ان هيبني السور ده في شهر واحد بس. فالمساعد بيقول له ازاي انت ساحر ولا ايه؟ ما هو ساحر فعلا يا ابن العبيطه، انت بتقول ايه؟ إيك بيشرح له انهم هيستخدموا البشر والشياطين علشان يوفروا الوقت، وبالفعل بنشوف البشر والشياطين شغالين جنب بعض وسط دهشه المساعد اللي عمره ما كان يتخيل المشهد اللي بيحصل قدامه. وبيقول انه ما كانش متخيل ان إيك هيقسم الشغل على فترات طول اليوم ويدي العمال اجور علشان يزود معنوياتهم ويخليهم يشتغلوا بشكل احسن واسرع. ودلوقتي بس هو عارف ليه إيك بيعتبر اذكى قائد في جيش ملك الشياطين. بنشوف مجموعه من الاورك بيحاولوا ينقلوا صخره ضخمه من مكانها، فإيك بيطلب منهم يبعدوا وبينسف الصخره بضربه واحده. وبنشوف الاعجاب على وش المساعد اللي بيقول انه هيتبع إيك طول عمره لانه متاكد ان إيك في يوم من الايام هيبقى ملك الشياطين. فيا ترى اللي مستني إيك؟ ولا يقدر انه يطور المدينه ولا لا؟ والاهم من كده هل هيقدر يحافظ على سره ولا هيتكشف وكل اللي عمله هيضيع؟ كل ده صديق الاوتاكو، واكتر نعرفه الحلقه الجايه بمشيئه الله. ما تنساش بقى قبل ما تقفل تحط اللايك بتاعك وتتاكد انك مشترك في القناه، ويلا دمتم في رعايه الله، سلام.